لو عاوزه رايك يا كاميليا انت غلطانه. غلطانه ليه ان شاء الله؟ هو انت فاكر ان انا ما اعرفش مصطفى بيعمل ايه من ورايا؟ انا ما احبش يا حبيبي اللي يشتغلني. الله، يعني انت تشتغليه وهو لا؟ حرام. انا اشتغل الناس ماشي، انما هو يشتغلني لا. لا، بقول لك ايه، هتتجوزوا وتخلصوا امي من الليله السوداء اللي انتوا فيها دي. وتفتكر ما عرضش عليا الجواز اكتر من مره، بس انا بقول لا، وده معصبه جدا على فكره. بقول لك يا حبيبتي، انا عايزك تروحي الشركه بدري شويه، في ناس مهمه جدا ويهموني، لازم النهارده تظبطي كل حاجه قبل ما يجوا، مش عايز اي ديفو يحصل، الناس دي ما ينفعش اخسرها. وانا بقى هستفيد ايه بقى يا روحي؟ تستفيدي ايه يا روحي؟ انت مش شركتنا في ام الشركه، والخير لما بيجي بيعوم مع الكل. ب3% يا حبيبي ضحكتوا عليا واكلتوني نقوانطه يا ولاد اللذيذه. اه يا حبيبتي، ب3%، كل برغوت على قد دمه يا بيبي. بذمتك قول لي كده، انت حسابك بقى كام في البنك؟ هو الجنان هيشتغل ولا ايه على الصبح يا رحمة؟ ما تزبط يا كاميليا. في ايه يا روحي؟ انت اتضايقت ولا ايه؟ انا كنت بهزر معاك على الصبح، في ايه يا عوني؟ هزار دمه تقيل ما بحبوش، والكلام ده مش كلامك، ده كلام مصطفى. وطول ما انت ماشيه ورا كلام مصطفى مش هتوصلي لاي حاجه. انا مش عارف انت عايزه ايه اكتر من اللي انت فيه. كاميليا، تروحي الشركه بدري زي ما قلت لك وتظبطي كل حاجه، لو حصل اي ديفو اقسم بالله ما هعديها لك على خير، وهتزعلي مني قوي. يلا انا ماشي. ماشي ليه يا روحي؟ هو انت اتاخرت على المدام ولا بتخاف منها؟ انت عارفه يا حبيبتي ان عوني ما بيخافش من اي حاجه خالص، تمام؟ وكلمي مصطفى عشان مصطفى اهبل وممكن يهرتل ويعمل اي حاجه تضايقنا، واحنا مش في حمل اي قرف يحصل، اتفقنا؟ يلا انا ماشي. برضه مش عايزة تتكلمي يا مدام؟ والله ما أعرف حاجة، أنا أصلاً عمري ما شفته. نزل من السماء على الحمام بتاعك أظن. من فضلك أرجوك لو سمحت، أنا أعصابي مش مستحملة. أرجوك أرجوك صدقني. صدق إيه يا مدام؟ كل حاجة بتأكد إنه كان بايت عندك في الفيلا. يا مدام، ده قتيل والجثه في البلد. في اكتر من كده دليل انك تعرفيه. واحده ست عايشه لوحدها، تصحى من النوم تلاقي قتيل في الحمام بتاعها، والقتيل راجل، كل هدومه موجودة في أوضة النوم اللي هي بتنام فيها. لو إيه؟ في كمان إزازة خمرة وكاس. يا ترى في علاقة بينهم وبين بعض؟ لا لا، أكيد لا. أنا فعلا ما أعرفش الراجل ده ولا عمري شفته، بس أنا قلقانة أوي، ممكن أكون أنا اللي قتلته. مش عارفة، ممكن. أنا خلاص مش عارفة أفكر، أنا مخي هينفجر، مش عارفة أفكر. إزاي بتقولي إنك ما شفتهوش قبل كده؟ وإزاي قلقانة وخايفة لا تكوني أنت اللي قتلتيه؟ ممكن لو سمحت تسمعني. حاضر، أديني سامع حضرتك، هو اتفضلي. أنا أصلي كنت في فترة طويلة قوي في مصحة، في مصحة نفسية. ممكن أكون بعمل حاجات أنا ما بحسش بيها، عشان كده أنا عايزك تكشف عليا. مدام أسرار، مفيش أي آثار للعنف أو اقتحام للفيلا. يعني اللي دخل الفيلا عند حضرتك دخل بشكل عادي وشرعي جدا. من فضلك، أنا عايزة أطمن على نفسي، ولو أنا فعلا اللي قتلته أنا مستعد أخد جزائي.
صباح الخير يا هالة. كنت فين؟ المفروض تقولي صباح النور على فكرة. صباح النور يا سيدي. كنت فين؟ في ايه مالك يا هالة على الصبح؟ انت عارف ايه اسوأ حاجة في الجوازة دي؟ ان انا وانت فاهمين بعض كويس قوي. وليه ما تقوليش انها احسن حاجة في الجوازة؟ هو في حد في الدنيا يكره ان هو ومراته يبقوا فاهمين بعض كويس؟ على الاقل هيريحوا بعض يا ستي. لما الواحدة تكون متجوزة واحد زيك يبقى مش لازم تفهم عشان تستريح. يا هالة بجد انا زهقت من العيشة دي. مش كل ما تشوفيني سين وجيم. انا زهقت من تكشيرتك. لما تشوفيني لو سمحتي اضحكي من فضلك. سيبك من الكلام ده. انا زهقت منك ومن عمايلك. وانا عملت ايه بقى ان شاء الله؟ عملت ايه؟ ولا حاجة. هو انت بتعمل حاجة خالص؟ هلا بجد انا زهقت من العيشة دي. استحملت جنانك كتير قوي. انا ما عنديش استعداد افضل عايش في القرف ده مع واحدة مش مقدرة اللي انا بعمله لها. وبعدين؟ ولا قبلين، يعني لو انت مش هتتغيري شوفي حل. لو عايزة ننفصل انا ما عنديش أي مانع خالص. هو ماله؟ قوي. بس قبل ما كل واحد يروح لحاله لازم نتحاسب. عارفة مشكلتك يا هلا معايا ايه؟ ان انت فاكره نفسك ان انت ذكيه قوي وانت اغبى واحده في الدنيا. انت متخيله ان انت هتهدديني فانا هتهدد؟ المبلغ اللي انت عايزاه كله وزياده شويه هكتبه لك على شيك وكاني خسرته في قعده مزاج. الله يرحم. وانت عارف ان انا مش سهله قوي كده. لو انت هتغدر انا هغدر، وانت عارف انا قصدي ايه. وكل اللي عملته وحلمت بيه وحققته انا ممكن اهدهولك في ثانيه، وانت فاهم. اقسم بالله هلا لو فتحتي بقك تاني في الموضوع ده لكن دفنك هنا. انت فاهمه؟ اوكي. فاكره ان انا صابر عليك عشان خايف منك ولا خايف من اي حد؟ لا، انا صابر عليكي بس عشان حاجه واحده. في حاجه حلوه قوي كاتبينها زمان وانا بحاول احافظ عليها، ولاني للاسف لسه بحبك. عاوني. انت زهلت مني يا حبيبي؟ هو الكلام اللي انت بتقوليه ده يفرح؟ عشان بحبك بغير عليك ومش قادرة أصدق ولا أستحمل فكرة إنك ممكن تكون بتخوني. ومين قال إن أنا بخونك؟ إحساسي يا حبيبتي. 100 مرة قلت لك إحساسك ده حاجة والحقيقة حاجة تانية خالص. هقول لك على ديل. لو أنت مسكتي عليا غلطة واحدة إن أنا بخونك هاجي بنفسي يا ستي أركع تحت رجليكي وأبوس إيديكي ورجليكي وأقول لك بليز سامحيني مش هعمل كده تاني. أوكي؟ كاميليا فين؟ ممكن تتصلي بيها بنفسك، انا معرفش. ما بتردش على التليفون. واخر مره كنت معاها كانت متخانقه خناقه كبيره قوي مع مصطفى. من وقتها ولا ظهر ولا بان. انت ما تعرفش هو فين؟ مصطفى راجل كبير يروح مطرح ما يروح، انا مش واصي عليه. طب على الاقل علشان خاطر كاميليا يا اخي. هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده ولا ايه؟ احنا قلنا لك ونزيد ايه؟ خلاص بقى. يلا عايزك. اتفضل يا استاذ شاكر. شكرا يا باشا. شاكر شفت اللي حصل يا شاكر؟ شفت اللي حصل لي؟ مشويش. تصدق ان ده كان ممكن يحصل لي يا شاكر؟ مشويش واهدي. ارجوك تصرف، اعمل اي حاجه تخرجني من هنا. حاضر حصل. ارجوك يا شاكر بس اهدي علشان اعرف اتفاهم مع سعاده الباشا. اهدي بس. هو ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا سعاده الباشا؟ والله اسالها يا استاذ شاكر، انا شخصيا عايز اعرف ايه اللي حصل. قول له يا شاكر، قول له ان انا دكتوره محترمه جدا. حاضر. مش ممكن اقتل. حاضر. من فضلك تقول له لو سمحت فهمه انا مين. لازم تهدي. اقعدي لو سمحت. شاكر ارجوك. هقول له والله العظيم هقول له. اهدي بقى عشان العصبيه دي مش في مصلحتنا بالمره. اهدي. ارجوك يا استار احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل وبالتفاصيل. بعد خروجي من المستشفى كانت حالتي النفسيه سيئه جدا. خفت ارجع تاني للحاله النفسيه اللي كنت فيها. فكرت اكلم خليل زيدان رئيس تحرير الجريده اللي كنت بكتب فيها، لانه كان صاحب سامح الله يرحمه. ومن ساعه الازمه ما سابنيش ولا لحظه. الو خليل، انا متضايقه قوي حاسه اني مخنوقه.
لا اخرج فين؟ الوقت متاخر. لا ما ينفعش. طيب اوكي هلبس واستناك، ما تاخرش عليا. مساء الخير. مساء الخير يا خليل. ايه عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. اتفضلي. بصي بقى، انا كلمت اختي وقلت لها ان انت هتباتي عندها النهارده. مفيش داعي يا خليل تتعب نفسك. يعني ايه مفيش داعي؟ انا هبقى قلقان جدا وانت قاعده لوحدك. والله يا خليل انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. بقول لك ايه، هي هتبقى مبسوطه كمان انها تشوفك. طب يا سيدي هتفق معاها واشوف امتى ممكن اقدر اروح لها. خلاص اللي يريحك. خليل ما رضاش يسيبني لحد ما اتاكد اني بقيت كويسه. روحت الساعه كام؟ مش عارفة، مش فاكرة بالظبط، بس تقريبا بعد نص الليل، لأن واحنا راجعين قابلتنا لجنة. رخص بعد إذنك؟ هو للأسف أنا معيش رخص، بس أنا خليل زيدان رئيس تحرير جريدة الحقيقة. حضرتك بتهددني؟ لا يا فندم أبدا، هو مش قصده، هو قصده يقول لحضرتك إن هو شخصية معروفة. طبعا يعني هو مش ممكن يعمل اي مخالفه ابدا، بس هو فعلا نسي الرخص. بص حضرتك، الكلام اللي بتقوليه ده كله انا ماليش دخل فيه، انا بسال على حاجه واحده بس، هو معاه الرخص ولا مش معاه؟ لا في الحقيقه لا. خلاص يبقى مخالف. انت معاك حق فعلا، بس برضه حضرتك ليك نظره في الناس. يعني حضرتك تبقي مين، صحفيه برضه؟ لا انا دكتوره اسرار. طب حضرتك دكتوره قد الدنيا، هو صحفي قد الدنيا، صحي برضه تمشي من غير رخص؟ بقول لحضرتك ايه، بلاش كلام كتير، شوف اجراءك القانوني اللي عايز تتخذه ايه واتخذه. عايز تسحب العربيه تسحب الرخصه مفيش مشكله، انا عارف كويس قوي هجيبهم. مش كده يا خليل، مش كده، هو بيشوف شغله. احنا غلطانين يا حضره الضابط، اتفضل خد اجراءاتك. عموما يا استاذ خليل اتفضل اتكلمي اهو، لكن ارجو المره الجايه وانت سايق العربيه يبقى معاك رخصك. حاضر. اتفضل. شكر جدا. اتفضلوا. شكرا. اتفضل. وبعدين؟ كملي يا أسرار. لما رجعت البيت كل شيء كان عادي، بس أنا كنت مرهقة قوي. عملت كوباية ليمون عشان أعصابي تهدى شوية. ما اعرفش فات من الوقت قد ايه. كل اللي انا فاكراه اني صحيت من النوم عندي صداع شديد قوي. مسج على التليفون بتاعه كمال يقول له هو مش حابب يشتغل، انا ممكن اقعده في البيت وابعت له نصيبه لحد عنده. كلمته تاني تليفونه مقفول. لما يفتح تليفونه المسج هيوصل له يا كمال. شغلي دماغك شويه يا حبيبتي. القاعة جاهزة وعملت ميزانية كاملة وتقرير كامل زي ما حضرتك طلبت. والجمارك؟ اصل مصطفى. مصطفى تاني؟ هي ايه الدنيا هتقف عشان البيه ما ظهرش؟ هو تايه ولا ايه؟ ولا ايه رايك اقفل الشركة عشان خاطر البيه؟ ده ما حدش حاسس بالقرف اللي انا فيه. تاني موافق هنا يا ابني؟ سعادتك ما قلتليش اخرج. اتنيل اطلع بره وهات لي قهوه يلا. تحت امرك.
في عم بالراحة مش كده. هو ايه اللي بالراحة؟ أنا ليا منين ولا منين؟ كلكم حاطين إيديكم في المية الباردة مش بتوع شغل، وآخر السنة شاطرين في حاجة واحدة بس، تقفشوا الملايين بتاعتكم، إيه ده؟ شوف شغلك أنت يا كمالي. يلا. ألو. يا شيري يا حبيبتي وحشتيني. كنت لسه هتصل بيكي والله. تصدقي بالله؟ كل كلمة قلتيها لي فعلا صح على الشركاء اللي أنا معاهم دول. ما حدش فيهم بتاع شغل. ما أنا قلت لك يا عوني إن أنت مش هتعرف تستحملهم. بس بقول لك إيه؟ أنا ليه عندك طلب صغير قوي. عاوزاك تديني توزيع الشركة الجديدة بتاعتك. كلها لوحدي. لا أنا مجنونة يعني عشان أعرفهم؟ أكيد لأ. ده لو حد فيهم عارف ان انت فتحت شركة لوحدك هيقتلك. اوكي يا روحي. باي. انا اول ما عرفت جيت على طول. هي ايه الحكاية؟ انا ما بقتش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل دي. انا مش عارفة ربنا بيعمل فيا كده ليه. كيف يا بنتي وجوزي اللي راحوا مني؟ أنا تعبت يا أحمد. تعبت أوي. عرفنا شخصية القتيل يا مدام أسرار. اسمه مصطفى جاد إبراهيم. بيشتغل في شركة اسمها دواء للأدوية. دواء؟ حضرتك تقصد مصطفى جاد إبراهيم رئيس قسم المبيعات في الشركة؟ اه مظبوط. هو حضرتك تعرفه ولا ايه؟ اه طبعا اعرفه. بجد عارفه يا محمود؟ هو انا ابقى مسؤول الامن في الشركة. حلو قوي. احنا بقى عايزين نعرف ايه اللي جاب الاستاذ مصطفى الموظف في الشركة اللي الباشا مسؤول تأمينها عند حضرتك في الفيلا يا مدام أسرار. صباح الخير محمود باشا. منورنا. خير النهارده؟ مش معادي الشيك يعني. في كاميليا؟ بالظبط كده. اهلا وسهلا. مش تعرفنا؟ جلال يوسف مباحث. خير حضرتك. الاستاذ مصطفى جاد اتقتل. ايه؟ اتفضل يا جلال بيه. أنا بس عايزك تشوف الصورة دي. تعرف صاحبتها ولا لأ؟ لا يا باشا، دي أول مرة أشوفها. اتفضل. أنت متأكد؟ آه متأكد. أنت تعرف مصطفى من إمتى؟ أعرف مصطفى الله يرحمه يا باشا تقريباً من وإحنا طلبة في الجامعة. وإيه رأيك فيه؟ مش فاهم السؤال. يعني تركيبته إيه؟ كان راجل معروف عنه إيه؟ إنه تحريم مثلاً، خمرجي، ولا كان ملتزم؟ إيه نظامه يعني؟ مصطفى الله يرحمه سعادتك زيه زي أي شاب في سننا. أكيد ليه علاقات. بس الست دي عمري ما شفتها معاه. أنت آخر مرة شفت فيها مصطفى كان إمتى؟ من 3 أيام كان هنا في الشركة. بس كان عصبي قوي. عصبي. فعلا كان عصبي قوي اخر فتره. لان انا طلبت منه ساعتها ان احنا نفض العلاقه اللي بيني وبينه. بس. تعرفي صاحبه الصوره دي؟ متأكدة. مش متأكدة يعني تعرفيها ولا ما تعرفيهاش؟ عايز إجابة محددة. يعني مش شفتها بس مش متأكدة يعني. طيب ما شفتهاش هنا في الشركة قبل كده؟ لمحتيها مرة مثلا ولا بالصدفة؟
لا هنا في الشركة ما اعتقدش انا شفتها في الشركة قبل كده، بس مش فاكرة. مش فاكرة. طيب ما شفتهاش مع مصطفى قبل كده؟ لا مصطفى لا، انا متأكدة. لا مصطفى لا كده، مصطفى لا. مادام متأكدة يبقى شكرا. ممكن اسأل حضرتك على حاجة؟ اه اتفضل. هو انتوا فعلا لقيتوها ريانة عندها في البانيو في فيلتها؟ انت الكلب. ممكن اعرف ايه ده؟ ده ما هو مكتوب على الملف يا مدام هاله. لا انا عايزه حضرتك تفهميني ايه ده عشان انا مش فاهمه. ده هبل. واللي انت عايزه توصلي له ده بعينك. انا هنا مديرة القناة واللي انا اقوله هو اللي يمشي. طب ايه علاقة ده باني اعد برنامج واقدمه؟ بص يا فلح، انت هتحطي راسك براسي؟ بتتخطيني رايحة من ورايا رئيس القناة؟ اهو بعتلي المشروع بتاعك عشان انا اللي احدد اذا كان ينفع تعمليه ولا لا. بس انا يا مدام هنا موظفة في القناة ومن حقي ان انا انت مخصوم منك شهر بحالي ودلوقتي غوري من وشي. يلا امشي. ايوه يا عوني. ايه مصطفى؟ ازاي ده حصل؟ فعلا مدام اسرار كانت نزيله الغرفه 205 عندنا هنا، كانت مصابه بانهيار عصبي شديد جدا وشبه انفصال عن الواقع تماما. اكيد المستشفى فيها تقرير كامل عن حالتها مش كده؟ اه طبعا، احنا هنا بنعمل ملف خاص لكل مريض وبنحتفظ بتاريخه المرضي. احنا عارفين المريض النفسي في الغالب بتحصل له انتكاسه، فبيبقى عندنا تاريخ الحاله، ده مهم جدا بالنسبه لنا. طيب ممكن بعد اذن حضرتك اخد نسخه من التقرير ده؟ والله لازم حضرتك تجيب اذن بكده، ولازم الدكتور مدير المستشفى يوافق عليه. سيادتك عارف ان كل كلمه بيقولها المريض للطبيب بتاعه بتبقى سر. طيب ممكن اقابل الدكتور اللي كان مشرف على حالتها؟ والله انا تحت امرك، بس انا هخلي الداخليه تخاطب المستشفى الرسمي عشان ما يبقاش في احراج. يا ريت، وانا تحت امرك في اي حاجه تطلبها بعد كده. شكرا يا دكتور. شكرا. انا طلبت من عولي ما حدش يقرب من مكتب مصطفى، عايز اروح وعينه بنفسي الاول. اشمعنى؟ ما هو لو في علاقه بين اسرار ومصطفى اكيد هلاقي اي حاجه في مكتب مصطفى تدل على كده. تخيل قلبت الفيلا حته حته ان الاقي اي حاجه تدل على العلاقه دي، ما لقيتش. لفيت حوالين الفيلا كذا مره ان الاقي مدخل تاني ممكن حد يخش منه من غير هي ما تعرف، برضه ما لقيتش. بقول لك يا جلال، الست دي مجنونه. هي مش اتحجزت قبل كده في مصحه نفسيه؟ طب ما الموضوع واضح زي الشمس اهو. تفتكر يا عم دي قضيه بسيطه قوي، انت مكلكعها ليه كده يا جلال؟ انا جعان، هتاكل معايا؟ هات لي اي حاجه كلها لحد ما اروح. بس انا هحنكش فول وطعميه وحركات. يا سيدي هنكش لي معاك، بس بقول لك ايه، بلاش حكايه البصل دي. انت عندك طلع جلال؟ ها طلعت انت جلال يا عم. روح الله يرضيك. يلا الله يرضى عليك يا جلال. تمام يا فندم، في واحد بره اسمه خليل زيدان بيسال على سعادتك. خليل اتفضل. تمام يا فندم. استاذ خليل اتفضل حضرتك. شكرا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا استاذ خليل، اتفضل يا فندم. انا جيت اول ما عرفت اللي حصل وجالي استدعى، بس انا مش مصدق اللي بسمعه ده. مستحيل اسرار تعمل حاجه زي دي. بس للاسف استاذ خليل هو ده اللي حصل فعلا. تمام يا فندم. هات لي اسرار من الحجز. حاضر يا فندم. احنا اسفين يا استاذ خليل اذا كنا ازعجناك، بس الحقيقه في شويه معلومات كده عايزين نتاكد منها، وعايز اتاكد من حضرتك. قوي قوي، وانا تحت امرك. هو بس كان في استفسار صغير واحد يعني. اتفضل. مدام اسرار ذكرت في اقوالها انها كانت معاك لغايه الساعه 2 بعد نص الليل، الكلام ده صحيح؟ ايوه الكلام ده صحيح. كويس. ذكرت كمان في اقوالها ان حضرتك لما وصلتها لحد الفيلا بعربيتك فضلت مستني في العربية لحد ما اتأكدت انها دخلت الفيلا فعلا. فعلا ده اللي حصل.
حضرتك عارف ان مدام اسرار متهمه في قضيه قتل؟ ايوه عارف، ورافض انشر اي كلمه في الموضوع ده، لان انا مش مصدق اي حاجه من دي. الموضوع ده كده وراه سر، وانا لا يمكن انشر حاجه عندي في الجورنال تاذيها او تضرها، مع اني متاكد ان اي جورنال تاني ما هيصدق. والله وجهه نظر حضرتك تحترم طبعا. طب معلش سؤال تاني، مدام اسرار وهي معاك ما شفتش عليها اي حاجه غريبه؟ ما حسيتش انها مضطربه قلقانه؟ عملت اي تصرف يعني لفت نظرك؟ والله هي كانت تعبانه شويه ونفسيتها كانت صعبه، بس ده طبيعي بعد الظروف اللي هي مرت بيها. اه، ما احنا هنجيب دكتور نشوف حكايه نفسيتها الصعبه دي. تمام يا فندم، متهم اسرار. شفت البهدله اللي انا فيها يا خليل؟ انا اتحط في الحبس زي المجرمين. انا خليل، انت مش كنت سهران معايا يوميها؟ مش انت اللي موصلني لحد البيت؟ قول له يا خليل، قول له. قلت له يا اسرار، قلت له كل حاجه، بس ارجوكي اهدي شويه. امال الجثه دخلت بيتك ازاي يا مدام؟ يا فندم، يا فندم بالعقل، مش ممكن اقتل قتيل واسيبه جوه بيتي. كنت اتخلصت من الجثه، كنت رميته وتخلصت منه في اي حته. يا فندم، يا فندم، انا اللي مبلغه عنه. مدام اسرار، اي اجابه لاي سؤال موجوده عندك انت مش عندي. انا ما اعرفش، انا ما قتلتش الراجل ده. انا ما اعرفش ازاي دخل جوه بيتي، ما اعرفش دخل ازاي ودخل ليه وعمين اللي عمل كده وعشان ايه. انا خلاص، انا هتجنن، انا هتجنن. ايه دي اسرار؟ انا هتجنن، مش انا ما عملتش حاجه. ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. الست دي شافت كتير، واللي شافته محدش يستحمله، فأرجوك طلب خاص، بلاش تبيتها النهارده مع المجرمين، بيتها في أي حتة من فضلك. حاضر. شكرا. حط يا ابني الحاجة دي. أنا عارف إن الواحد لما بيكون عنده مشاكل مبقاش ليه نفس لأي حاجة، بس ده عشا خفيف جبتهولك عشان تاكلي. شكرا. على فكرة الأستاذ خليل بيعزك أوي، وصاني عليكي وتقريبا بيتكلم كل ساعة عشان يطمن. كتر خيره. حتى كاميليا لما عرفت إن مصطفى مات جالها انهيار تام. كاميليا مين؟ اه صحيح، انت ما تعرفيهاش. كاميليا تبقى خطيبة مصطفى القتيل اللي كان عندك في الفيلا. حضرة الضابط، انا ما قتلتش حتى، مش ممكن اعمل كده ابدا. انا من يوم ما ضاعت مني بنتي وانا جوايا نار، نار مش ممكن حد يحس بيها غير ام زيي. حد يعرف يعني ايه معنى الضنا؟ عارف يعني ايه لما تضيع منك بنتك، ضناك، فرحه عمرك، الامل اللي بتتمناه واللي انت عايش عشانه؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه وفي اليوم اللي بتتمناه اي ام يوم فرحها؟ عارف يعني ايه ممكن تحس بايه ساعتها؟ ايه؟ طب ايه؟ انا خلاص مش عايز اعيش. ايه دي؟ مش عايز اشوف حد ولا عايز اعيش في الدنيا. انا عايز اموت. اهدي دلوقتي. انا كرهت الحياه. طب ايه؟ ايه؟ انا مش عايز اعيش. اهدي. انا